السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعرف على مدارس القرآن الكريم التي تعرف اليوم بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأخذت شكل مؤسسي جديد. كانت هي المدارس المتوفرة في الزمن السابق، وجميع الأهالي يأخذون أولادهم إلى هذه المدارس. هذا هو الموضوع الذي نقترحه لهذه الحلقة، مدارس القرآن الكريم. اخترنا إحدى المدارس في ولاية نزوة، وسنتطرق ربما إلى أكثر من مدرسة، ولكن ضيفنا في هذه الحلقة هو أحد الأساتذة الأجلاء، المعلم زاهر بن حمد النبهاني، الذي عمل في هذه المهنة وتخرج على يديه جيل من الشباب الذين نراهم اليوم أيضا في مواقع العمل المختلفة. راح يرافقنا معلم زاهر في هالحلقة ويعرفنا كيف كان التعليم، نظام التعليم، كيف قضوا هذه الأيام مع أبنائهم الطلبة والطالبات في ذاك الزمان. احنا اصلا قريبين من المدرسة اللي اشتغل فيها المعلم زاهر. زهر حياك الله. الله يحييك. يا مرحبا وسهلا. الله يحييك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف صحتك؟ عساكم طيبين. خير. كيف حال الجماعة؟ نعم الحمد لله. بخير ما حسيت. عساكم طيبين. شكرا الله. أنتوا الأعمال. الحمد لله. الحمد لله طيبين. يا حي وسهلا. الله يحييكم وسهلا. يعني أنتوا شيابنا وظخرنا يعني نحصل منكم أنتوا هذه المعلومات الحلوة. بارك الله فيكم. واليوم بنتكلم عن مدارس القرآن الكريم، وإحنا نقف عند المدرسة اللي اشتغلت فيها. نعم. نعم. بارك والحارة الله. القديمة اللي اشتغلت فيها. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. زين، أباك تحدثني وإحنا نتمشى. إن شاء الله. عن التعليم قبل تتوفر المدارس الحديثة اللي نعرفها اليوم. نعم. اليوم مدارس القرآن الكريم راح نجد فيها الصفوف من الأول إلى ما شاء الله إلى الجامعة. نعم. أول إيش النظام؟ إيش نظام هذه المدرسة القديمة؟ هل فيها مستويات؟ هل فيها الكبار مثلاً في صوب وصغار في صوب؟ الأولاد والبنات، المدارس كانت مختلطة بشكل نعم. أو بآخر. نعم. 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 إيش نظام هالمدرسة؟ إيش شكلها كان؟ نظامها أول شيء ما ابتدينا سنة 77. نعم. 76 77. هذا بالنسبة للمدرسة اللي أنت اشتغلت فيها. اشتغلت فيها. لكنها هي هذه المدارس اللي من زمان موجودة. هي المدرسة هذه. نعم. قبل معلمين. قبل معلمين نبى فيها المدرسة هذه. نعم. وكان في قدر عن طين وخرابات وهذا، وسوون التصليح فيها وهذا. نعم. إنزين. نعم. أول شيء ما بدينا تقريبا مع 30 طالب. هي هذه المدرسة. هي هذه المدرسة. نعم. كان الطين. طين. نعم. وخرابات كل شيء، ودرايش هلا ما فيها درايش، ما فيها شيء، وسويت لوحدي كله على الحال الاولي. على الحال الاولي. زين. زين. وسوينا صفين النساء البنات. وصفين الذكور. صفين يعني سطرين وصفين غرفتين. لا سطرين فيها الغرفه من نفسها. هي. لكن ذا الجانب بنات. هي. وذا الجانب ذكور. زين. زين. على يمين الذكور وعلى يسار البنات. زين. والمعلم في الوسط. المعلم في الوسط على الباب. نعم. الباب. إذا تحيد الأولاد يبغى يخرجوا. أيوة. يحويهم عن الظلام. يحويهم. مشوف كرسي قديم وقوط هناك. إيه. زين. ابتدينا من أول شيء الاعتقادات. درسوهم. درسهم. العقيدة. الاعتقادات ما البول والغايط ما ليش. زين. إيه. يكون حاجاتهم. نعم. يعرفوها الاعتقادات. نعم. من بعد بدينا من الفاتحة إذا وصلنا الزلزلة. زين. زين. رجعنا نعطيهم الإعراب.
الإعراب. إيه، ألف ب ت ث ل آخرها، ألف بالضبط. فتحة ب فتحة ل آخرها، ألف فتحة الكسرة ألف ضمة ل آخرها. إلى أين درسنا من الإعراب؟ نعم. نزلنا درسناه من الإعراب، قمنا المصحف طيحناه المصحف. قبل ما تمسكوهم المصحف؟ قبل لا هذا الابتدائي. نعم. من الحمد إلى الزلزلة. نعم. ومن بعد الإعراب. الإعراب هو يفتح المصحف. نعم. الكلمة ما يعرفها في المصحف والقراءة خليه يوقيها. إلا من عرف الإعراب. يوقيها. يتهجاها. بالفتح، بالكسر، بالضم، بالشد، نعم. بالسكن، بالوقوف. إلى أن يعرف. زين. وكل الطلبة كذاك مشيناهم. نعم. زين. من بعد كمل المصحف. المصحف كامل كامل يتعلمه؟ كامل. ويختمه 3 مرات. يختمه قراءة ولا قراءة وحفظ؟ ما حفظ. ما حفظ. نظري. أنه يكون يعرف يقرأ. نظري، يعرف يقرأ، يعرف الوقوف، يعرف الفتح، الكسر، الضم. نعم. زين. أما تقويل احنا ما نعرف. نعم. هذه مرحلة لاحقة يعني. لاحقة. نعم. تقويد ما تقويد كل شيء يعني لاحق. عاد اللي بيتخصص أكثر إيه وكذا. بيتخصص أكثر عاد. نعم. إنزين. بعدين نعطيهم التلقين شوية. تلقين هذا. كتاب تلقين الصبيان. تلقين الصبيان. نعطيهم شوية القواعد الذي الفرائض. نعم. الاعتقادات، الفرائض، معرفة الرسل، معرفة الكتب. نعم. إنزين. نعم. مع إنه كله. بس هذا. نعم. أركان الإسلام. نعم. نعطيهم. وهذه مقرة هذا. نعم. هي. طيب أنا أتذكر يعني كانوا كان دائما مدرسة القرآن فيها جزو عمة. جزو عمة هو. هي يعني وكأن مثل ما اليوم في مقررات دراسية معينة كأن كان جزو عمة هو أول مقرر للأولاد والبنات عشان يتعلموا. جزء عامة مقرر في جزء عامة من الحمد إلى النبأ. نعم. زين. نعم. وفي جانب الثاني الإعراب ما خبرتك فيه. نعم. هذه تسمى قاعدة بغدادية. القاعدة البغدادية. زين. نعم. هو الجزء هذا. نعم. وحنا وحدنا تعلمنا. نعم. زين. الختمة 10 ريال، 10 قروش. بعشرة قروش. عشرة قروش فيه قبل. هذا يتفقوا مثل ما تقول ولي الأمر. ولي الأمر والمعلم. والمعلم. المعلم هي. أن هذا أنا جايب لك ولدي تعلمه ولا بنتي وأبغاه يكون لين يختم المصحف. هي. هذا الوليين. وبعطيك 10 قروش أو هذا الرسم المفروض من قبل المعلم. هي من قبل المعلم. كم يستغرق يعني إلين يختم؟ الطلبة ما كل واحد. الطلبة ما كل واحد. نعم. شيء من الطلبة حتى سنة ما يخدموها. زين. وشيء من الطلبة 2 3 يخدموها. يختموا الختمة؟ يختموا الختمة. نعم. هي ما كلهم الطلبة واحد. نعم. يعني ما هو النظام اللي اليوم نحن نقول الصف الأول وبيتحول للثاني وبيتحول للثالث؟ هو كيف يتحول من مدرسة لمدرسة؟ أنت عندك في الصف أو في المدرسة عندك طلبة أعمارهم مختلفة. هي صح. هذا جابوا أهله لمن أمس وهذا جايبين أهله من العام الماضي. هي. كيف تولفهم في مكان واحد وتعلمهم؟ ما ولفهم في مكان. اللي هم الأوفر صف وحده. زين. الأوفر. هاي. صف وحده. نعم. الأدنى عنه بعده. نعم. الأدنى بعده. زين. زين. إلى آخر. تمام. هلا الأوفر من أكمل أنا معطينهم تقريه وأقريهم وأعطيهم أسمع منهم. نعم. وهذا كنت أخليهم عد يقريوا الثانيين وأدنى منهم. ها الكبير يعلم الصغير. الكبير يعلم الصغير. يعلمه قدر ما تعلمه. ما إننا ما قادر ذاك اليوم بعدني والحين قادر كليتهم لكن نعم. أبغاهم كأنه تكرار. هي. كأنه تكرار يقري هذاك حتى يأخذ معلومة هو. نعم. كذا شيء. إيه. يأخذ معلومة. لأنه هو من هو. الثانيين عادي نبي يعطيه الثاني مثل الحمد الناس الفلق. نعم. هو هلك عاد هو. نعم.
أنه الولد أو البنت ما مجرد أنه يردد الكلام لكن يفهمه. يعني إذا أقول لك كمثال علينا نحن جيلنا، إحنا وحينا ورحنا المدارس تحفيظ القرآن وكانوا يعلمونا ألف ليسلة زين، ونرددها مع المعلم ومع أخواننا وأخواتنا ألف ليسلة، والبيت تحتها نقطة والتفوق نقطتين نقطات أيوة، لكن نحن حتى كلمة ليسلة ما عارفين هي إيش ليسلة. من كبرنا عرفنا أن الكلمة هي ليس له، ها؟ صح. أن ألف ليس له نقطة والباء تحتها نقطة وهكذا. طيب يعني هل كان مجرد تحفيظ أن هم يرددوا نفس الكلام ولا يستوعبوه ويفهموه، بحيث أنه هذا اللي بيفيدهم إذا لا يحفظوا بس ما بيفيد، يفيد الفهم يرددوا يرددوا. هذا احنا خصصنا في الأسبوع يوم وحده حال دراسة نقرأ من ألف إلى آخرها زين زين، وخلاف هي هذه الكلمة ألف لي سلام بتح نقطة تفوق طين تفوق ثلاث نقط وريح أيوة زين، خلاف ألف فتحة ألف كسرة وما خبرتك يقريوا في المدرسة يوم الثلاثة إلى آخرهم، وجزء عمه إلى آخره. نعم. واحد يقرأ كل دور، كل مرة واحد، كل مرة واحد، كل مرة واحد يقرأ والثاني يجيب. نعم. جيب من بني البنات. صوت واحد. بعد يقريوا رباعة كلها. رباعة. نعم. بعد خلصنا من الدوام رفعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم صلى على النبي وثم صلى على الرسول. زين ما لنا قرار. هذه مع نهاية كل يوم. مع نهاية يومية. نعم. مع نهاية يومية الدوام. إيش يقولوا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله معلمنا رحمة الله طهر حزاه الله ما ليش في نعم. زين. تحاولوا تغرسوا في الأولاد والبنات إنهم يحبوا معلمهم أيضا. يحبوا معلمهم ويحب الرسول. نعم. إيه. ويقولوا يحب الله تعالى أول شيء هو يحب الرسول يحب نعم. المعلم ويحترمه. بعدين نخلص من هناك نمشي صار لكم في الحارة أثلهم نعم. داخل نمشي نقرأ من يقرأ من هنا إلى دخل الصباح. هذا كل يوم؟ كل يوم. إيش يقرأوا؟ يعني لو يقرأ هو الدراسة هذه. اليوم نحن بنذكرك بهالمكان يعني فيها هي ذي سكيك فيها هي ذي الأماكن؟ هي نحن رايحين ندخل الصباح كان صباحنا ويصل الصباح ويقوله السلام عليكم كلهم صوت واحد يصبحوا بالمعلم ها السلام عليكم السلام الحارة نعم الحارة عاد من هناك يتفرق كل حد محله. اليوم إيش الكتب وإيش الدفاتر وأقلام ومحايات وهندسة ووسائل ودخل الكمبيوتر ودخل كل شيء. اليوم يا أخي اليوم أيوة. اليوم تطور اليوم من أيوة. هذيك الأيام إيش عدة الطالب وهو رايح مدرسة؟ عدة الطالب الكراس هذا قاعد البغدادية أول شيء بعد المصحف دفتر يعني المصحف ما لا يعني الكراسة دفتر ولا الكراسة ها كراسة فيها قاعدة بغدادية هاي هذه القاعدة البغدادية عرب وقزوع عنه هذه يجيبها معه يجيبها معه نعم يخلص هذا يجيب المصحف زين يخلص المصحف ثلاث مرات يختمه يجيب قطاسة وقلم نطيم التلقين الصبيان نعم نشرح له وهو يكتب. طيب انتوا اكثر شيء تعلموه القرايه وتعلموه القواعد الكتابه كيف الكتابه هذا معنا اذا كيف يوم يخرج هو يخلص من هذه الدراسه يصير يكتب. يقولوا زمان من زمان يكتبوهم هذا تعرف كتف يسمى كتف جمل مال الجمل هي وحدنا سوينا هذا ايه وشي دواه حارقي له صخام ماله هذا غضب وغضب الحطبه نعم غضب وياتي البدو من الفحم من سوينا كنا فحم ونحركه ونسوي شويه ملح ونسوي دواء مال هذا عشان تسوي حبر مال بناء عشان حبر وقلم عقار والكتابه في كتف الجمل كتف الجمل زين كتبوا الف
والفتحة 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 والله هي مقرة ويمتحي إذا بغى إذا بغى يمحي شيء ريشة ونساسيقها ريشة يمحيوب بها هذه يمحي بها اللي كتب يمحي بالكتب على أساس يستخدمها أكثر من مرة أكثر غيره وغيره وغيره يستخدمها نعم. أخوته ما له حاله وعا نعم هي فهنا هنا قصدت يعني إنه هو لازم يتعلم الكتابة سأتعلم الكتابة أول شيء ابتدائي لكن ما خط يعني ما خط قياس إنه يعرف يكتب يعرف يكتب نعم هذا كتابته إن أنت بنفسك معلم زاهر خلي أنت لما صرت معلم لما صرت أنت متعلم يوم بعدك صغير قبل متعلم هي صح إيش تحفظ إيش اللي تغير بين ما كنت أنت تتعلم وبين ما صرت أنت تتعلم تغير واجد أنا كنت أتعلم مع المعلمة هذه ما خبرتك نعم هذه المعلمة نعم نعم الصبحية ونتعلم هناك فوق معها بيت هناك ما في المدرسة أيوة بيت هناك قبل نخرج خارج ولا عادي تحمى الشمس دخلنا داخل في الدهريز معها نعم وما أكثر من 10-15 طالب زين زين وتعلمنا هذا التعليم ما خبرتك اللي خذينا من هي احنا علمناها بو نعم زين يعني هي كانت معلمتك انت هي معلمتي نعم هي كانت هي معلمتي ومعلمت اولادي نعم حد من اولادي تعلموا معها نعم لكن حد منهم عاد معي زين يا الله يا الخضر يا الله يا بحر الزين يا اللولو يا كان أصابنا القصيدة ذاك النهار تمر مع ودنا من يشر اللي سمعت الحليه وكان حد هناك يبو بدله سيما كمزاري ابو محمد يعني مانات صبحه بولي كلهم مستعجبين ذا سياره يا سياره ما انا غريبه تفق العسكري ما في رمي لا في رمي يقولوا لا تفق برزه وما لا في رمي لا في رمي يقال معلم زاهر يعني انه زمان تستخدموا العقوبه يعني تستخدموا الضرب الضرب تو في الاساليب التربويه الحاليه يرفضوا الضرب يقولوا ما يضرب الولد وكذا بيضره وهذا ايش رايك انت في هالمساله هل كان الضرب يعني يصلح ويؤدب وكذا هو الضرب نبغاه يكون ما ضيع الثاني زين يضرب هذاك يكون ضيع الثاني يرتدع الثاني يكون الثاني ما ينظر إلي على المعاندة وإذا رجع يكون ينظر عليه إنه رجع نعم هذا الضرب لكن الضرب العنيف ولا لا وايل لقياس لا لقياس من زمان الآب يقول حال المعلم سلم العين بس هي موجود والباقي عندك صلاحية الناس قالوا لي هي. أنا بدأت تدريس إلى الآخر نعم. ما واحد اشتكى مني من ضرب لولدي ما واحد اشتكى مني لكن اللي يبغى ضرب ضربته ضربته هي. اللي يبغى ضرب ضربته من العشرة اثنين مو بيعانده نعم والباقي لا ما يعانده يعني من باب الردع يعاند يضرب من باب الردع ومن باب التأديب هي. هي. شيء منهم ردعهم نعم الضرب نعم وفهموا هي. وكملوا تعليمهم نعم وشيء منهم لا تمام إذا هي مسألة تربية هي. يعني أنتم كنتوا تبغوا تربوهم هل المدرسة كانت تربي يعني بالإضافة إلى أنها تعلم هل كانت تربي يعني مثلا موضوع الصلاة وموضوع الآداب العامة وموضوع كذا تعلموهم كل هالأشياء تعلمهم إياها موضوع الآداب الاحترام الكبير والتقدير الصغير نعم الأقل أقيه الإنسان ماشي في الطريق السلام عليكم ورحمة الله يخابروه هذا علمهم إياه نعم هذا علمهم إياه آداب الصلاة نعلمهم إياها الخضوع والركوع نعم القيوم نعلمهم إياها تعلموهم الصلاة تعلموهم الصلاة نعم تعلموهم الصلاة ما خبرتك إن إحنا على نقريهم الوضوء قبل ويتوضي من الفلك نعم قبل يقريهم وحدي وخلاف اللي فاهم فيهم أكثر هو عاد يقريهم نعم خلصهم الوضوء فارشين لهم مكان
في صف حال الصلاة صف كم صف الجماعة نعم كم صف الجماعة قدام المدرسة هنا هي. واحد قدام مثل الإمام نعم ويقرأ قهر يعني نعم ويقرأ معه اركع ركع معه إمام صغير صغير منهم فيهم نعم منهم فيهم وهذه ما قرر كله يفهم الصلاة كله نعم وأنا ملاحظ حتى المدارس القديمة معظمها في مواقع حلوة يعني عند الفلج وعند هذا عند خاصة هذه مواقع تمام نعم يقال يعني الآن اللي يتخرج بشهادة لا تو هذا تو تو هي تو لكن أول يقال اللي عرف يكتب بروة ويقرأ البروة اللي هي الرسالة هذا ختمها يعني ختم العلم هل هذا كان مقياس بالنسبة لكم؟ مقياس معني أن إذا شفتوه يقرأ البروة اللي جاية ما زال يقرأ القرآن يعرف يقرأ الرسالة نعم الحروف عنده نعم الأعراب عنده كل شيء عنده نعم ما زال يعرف هذا يعرف ثاني ويعرف يكتبها ويعرف يكتبها نعم يشوف الحروف كيف هي. إنما معطينا كتابات اللي ما خبرتك نعم الألف الآخر هالألف نعم ألف ب د ث هذا أول شيء نعم ثاني شيء على الفتح فوق الحروف هال نعم عاد مرة ألف فتحة ألف كسرة ألف ضمة نعم حتى تحريف تستخدموا شيء من النظم ولا الشعر وكذا في التعليم لا 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 في تعليمهم على الأقل لا نظم شعر ما نعم 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 في ما عندنا نعم نوصل للخاتمة واحنا صرنا في اخر الوقت من هذا الحديث انتقلت لي من ساعه يمكن انا ما فهمتك صح تقول لي طلعوا يروحوا الى الصباح هي للصباح هذا ومن هناك يسلموا نعم. السلام عليكم الصباح يعني البوابه صباح البوابه بوابه الحاره بوابه الحاره باب الحاره لكم صباحات من صباح وانا صباح وانا صباح صارت صباحات الحارات كلها لها ابواب لها صباحات ابواب يحرسوها نعم. ناس كانوا قديمين طيب كيف تحتفلوا بالخاتمه يعني من ختم الواحد القران من يختم قبل استنوا نشل التامينه نقرا التامينه يعزمنا اب الولد تعزموا اب الولد اب الولد يعزمنا هو يعزمكم يعزمني نحتفل بولده نصير نحتفل بولده يسوي وليمه انزين ونقرا التامينه من نشتى المدرسه ايه الا نوصل البيت ايش كلماتها تحفظها؟ ما انا حافظها شيء منها شيء تامينه لك في البيت معك نعم لا اله الا الله شيء غير ايش نعم شيء غير المهم ان التامينه هي 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 حفل الختام حفل الختام نعم هذا اول شيء ايه قدر خمسة أربعة بتسوون كذاك عاد ثانيين عاد الأمور صعبة استوى العناد واستوى الكثرة قلت لهم ما أقدر أجيبهم أسوي الاحتفال لمكانكم مكاني ويجيب لهم قهوة هي. يجيب لهم قهوة يتكرم ويجيب لهم شربات يجيب لهم شربات يتكرم نعم ولا هو الاحتفال أن تشلوا التيمينة إيه؟ المعلم يتقدم إيه؟ ولاده وراه إيه؟ وهلك يقولوا آمين هم يقولوا آمين إيه آمين نعم إيه؟ إلين يوصلوا بيت أهل الولد بيت أهل الولد والوليمة ذاهبة الوليمة ذاهبة نعم ما يتقدم هي. ما يتقدم بالموجود موجود نعم إيه؟ ما يتقدم موجود وكذا ختمها نعم والحمد لله وكذا نحن ختمنا لقاءنا معك كذا هي هي ان شاء الله جزاك الله خير احسنت مع الزهر بارك الله فيك جزاك الله خير سمحونا عدت لا بالحل سمحنا انت احسنت بالله خير اخذنا من وقتك مسموحين وانا تشرفت معك معنا تشرفت بكم الله يشرف مقدارك خلينا نسير نتقهوى بنسير نتقهوى قلت لنا بشيء من وسقط بسم الله احنا عاد بنمشي نوبه الرخصه من هناك الرخصه من القهوه من القهوه حاضرين